جاهزا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الفاضل، اخر الانطلاقات اخر التحديات بهذا المساء، ايضا في السباق الختامي لبطولة السلق لعام 2020. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ايضا بهذه اللحظات شوط المحترفين الاناث نعود بالتهاني وبالسلامات ايضا لجميع من حصل على المركز الاول في هذا المساء المتميز، مساء يوم السبت الموافق 22 من شهر 2 لعام 2020 بالميلاد. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ايضا هنالك هذا الشوط شوطا خصص لفئه الاناث المحترفين. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، وايضا الاسماء المتواجده هنالك 11 اسما يتنافسون من اجل اللقب، يتنافسون من اجل هذه البطولة وفي السباق الختامي. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام لهذه البطولة بهذا اليوم، شكرا للجان المنظمة. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ايضا بهذه اللحظات هنالك الاستعدادات لانطلاقة هذا الشوط، وكل الشكر الجزيل لسعادة عبد الله بن حمدان بن دلموك الاكتبي المدير التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. شكرا ايضا جمعة بن خليفة المهيري. مشاهدينا الاعزاء وشكرا ايضا مسلم العامري، انطلق على بركة الله تعالى وتوفيق انطلاقة اخر الاشواط اخر التحديات بهذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، الله من تحمل الرقم 23 هنالك نوادر الشيخ حصة بن المر بن مكتوم المكتوم على المركز الأول وعلى الصدارة ضمن أشواط المحترفين 2500 متر. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام بهذه اللحظات، ولنا عوده مع البدايه، لنا عوده مع الصداره، هنالك مع نوادر الشيخ حصه بن المر بن مكتوم المكتوم. يا سلام بالشعار الازرق بهذه اللحظات. نوادر الشيخ حصة بن المر بن مكتوم المكتوم على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني هنالك ناصر بن عبيد بن دلموك مع فرح على المركز الثاني، ناصر بن عبيد الراشد بن دلموك على المركز الثاني، ولكن نوادر أوب 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 يا نوادر يا عروض هذا المساء، العرض الجميل العرض المثير الإثارة والمتعة مع الجماهير مع المحبين مع المتابعين. هنالك مع نوادر الشيخ حصة بن المر المكتوم القادمة هنالك نجدة الشيخ لطيفة بن المر المكتوم. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، أوب 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 الله نوادر على البداية، نوادر على المقدمة، على الصدارة الأولى، على المركز الأول الشيخ حصة بن المر المكتوم مع نوادر اللحظات الأخيرة. ويا نوادر المركز الثاني نجدة الشيخ لطيفة بن المر المكتوم. أوب 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 نجدة غيرت التهاني.
والسلامات، التهاني والسلامات لنجدة الشيخ لطيفة بن المر المكتوم، المكتوم مشاهدي الأعزاء بالمركز الأول في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة بالفعل كانت نجدة أيضا من تحمل رقم 72. هنالك نجدة مشاهدي الأعزاء الشيخ لطيفة بن المر، الشيخ لطيفة المر بن مكتوم، المكتوم بالمركز الأول وتوقيت 2:37، 15 جزءا من الثانية. يا سلام التوقيت أيضا المتميز من خلال هذا الانطلاق. المركز الثاني كانت هنالك نوادر الشيخ حصة بن المر بن مكتوم، المكتوم بالمركز الثاني بهذه اللحظات في آخر أشواط هذا المساء في شوط المحترفين الإناث. وأيضا هنالك بهذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، الجائزة الكبرى سيارة والجوائز النقدية للمركز الثاني والثالث حتى المركز العاشر. نفس الشعار وصاحب المركز الثاني ناصر بن عبيد أيضا بن دلموج مع الاسم فلوز. استاهل تحية صاحب المركز الثاني من نفس الشعار، وفريق عمل ما شاء الله متكامل ومميز في هذا السباق. والمركز الأول ذهبت الجائزة لبيلي، والجائزة سيارة رقم ثلاثة صاحبة أو صاحب الرقم ثلاثة في الشوط الاسم بيلي، وفي شوط الذكور الكيلو المحترفين. ألف مبروك، نرفع الدروع فوق والناموس. الصور التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى اللي ذهبت بنفس الشعار، وأطلب كذلك من نفس الشعار ونفس الأسماء البقاء على المنصة كذلك يا شباب، لأنهم كذلك حققوا بطولة الإناث من نفس الفئة في نفس الشوط، شوط الكيلو. يستاهلون تحية ما شاء الله ما شاء الله. عطى درعين يا يمعة، أيوة درعين يستاهلون، البرونز والفضة والذهب بنفس الشعار ونفس المضمر المدرب الذي قدم الأسماء المميزة كمالة وفينكي وسوابي بيبي صاحبة المراكز الثلاثة الأولى. ناموس جايبة المركز الأول كما ذكرنا سيارة في كل شوط من الأشواط الستة. الآن مع أشواط الهواة 2500، شوط الذكور 2500، المركز الأول يذهب إلى المملكة العربية السعودية مع عبد المجيد بن أيمن بن سعيد المولد. الناموس المركز الأول، والسيارة تذهب إلى المملكة العربية السعودية إلى الرياض وضواحيها. هذا الريال كان حفزان قبل الشوط، سيارته بعيدة عن الانطلاقة. وشوف ما شاء الله الترتيب، صاحب المركز الأول تفتيش الذي فتش عن الصدارة فوجد الصدارة وحصد اللقب. السلامات تذهب إلى العاصمة الحبيبة الرياض، ناموس. المركز الثاني يذهب لأحد المرشحين الكبار أيضا في هذا الشوط، إبراهيم يونس شفيع محمد. يونس شفيع يأتي الآن لاستلام الجائزة في هذا الشوط، الشوط الثالث للهواء 2500، بعد أن قدم ذهب في هذا الشوط ويستلم الدرع الفضي والاسم الذي شارك فيه في هذا الشوط وهو الذهب. المركز الثالث يذهب مع شعار منصور بن محمد بن حمد بن عبد الله المزروعي،
مع غيار. غيار باين في كلامك. ناموس الناموس. تحية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى. سالون ناموس. الآن نذهب لشوط الإناث الهواة لنفس المسافة، مسافة 2500. الشوط الذي قدم فيه سعيد بن حارب الساعدي اغتيال، راعي اغتيال صاحب المركز الأول الناموس يا الساعدي. الناموس اغتيال التي حققت المركز الأول بوقت زمني كان 2:39 وأربعة أجزاء من الثانية. لا وبعد زعلان الساعدي قال يا أخي كيف أنت الأول يا ريال، بس السيارة تسدح الجبهتين بعد طماع. استاذ تحية يا شباب، استاذ تحية، حيو حيو الساعدي، حيو حيو حيو. المركز الثاني ذهب مع سيطرة وشعار سالم بن حمد بن خلفان الشامسي. يستاهل الشامسي، يستاهل، يستاهل الشعار، يستاهل مع سيطرة. المركز الثاني والجائزة النقدية 70,000 درهم. الناموس الناموس. المركز الثالث مع شعار منصور بن محمد بن حمد بن عبد الله المزروعي. وسم وسم صاحبة المركز الثالث، صاحبة المركز الثالث، والجائزة النقدية 50,000 درهم. يا سلام، جوائز نقدية وجوائز عينية حتى المركز العاشر. ما شاء الله تبارك الله، دعم كبير جدا من مركز حمدان بن محمد يحيى التراث لهذا الموروث الطيب. نشاهد السيد يمعة المهيري وجهد كبير جدا من هذا الرجل، وكذلك السيد راشد الخاطوني نائب مدير إدارة بطولة الزاع، وكذلك السيد مسلم العامري رئيس لجنة التحكيم. ناموس مع الصورة التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، يسألون تحية. أما الآن مع شوط المحترفين للذكور، الشوط القوي والحساس الذي يحبس الأنفاس. حيو بن دلموج، حيو حيو حيو. ثلاث ياب ما شاء الله، ركض ثلاثة، الأول الثاني والثالث. يا الله ما شاء الله تبارك الله، السيارة و70,000 و50,000 كلها تذهب لناصر بن عبيد بن دلموج المشتري مع براق ودبل ووتر ووضحة. وين المركز الثاني والأول؟ ما تبى أنا بطلع أسلم. يلا فيها 70,000. تصمت من الصبح ضماط عود، روح تستلم جايبتك يا حبيبي، تستاهل. لمي هالابتسامة يا أستاذ. والمركز الأول يا سلام، حلو الناموس يا أخي، حلو يوم أنتي بعد سكرن ثلاثة. وين التحية شباب؟ حيوهم حيوهم. وين الروح الرياضية؟ أيوة برافو برافو برافو. شكرا شكرا يا سلام، ارفع فوق، ارفع الذهب والفضة والبرون. المركز الأول والثاني والثالث الناموس الشباب. الآن مع أكثر الأشواط أيضا كان إثارة ولا يقل ندية وحماس، الشوط الإناث شوط 2500 مع شعار الشيخة لطيفة المر بن مستوم المستوم مع نجدة التي لبت النداء في هذا الشوط. يا سلام، تحية لمحمد ومروان الأخوان اللذان قدم الإبداع في عملية التطوير والتدريب لهذا الشعار. نجدة إذن في المركز الأول مع شعار الشيخة لطيفة المر بن مستوم المستوم. المركز الثاني مع الشيخة حصة المر بن مكتوم المكتوم. نوادر وهي نوادر في المركز الثاني. الناموس بعد أن استلمت قيادة الشوط حتى الأمتار الأخيرة وطلبت النجدة للتأكيد على الصدارة وعلى الناموس. ألف ألف مبروك لهذا الشعار، شعار الشيخة لطيفة والشيخة حصة في المركز الأول والثاني. المركز الثالث التي أيضا لم تقل مستوى وترشيحا في هذا الشوط، جمرة يا جمرة مع أبو محمد يمعى خاطر لاعب كرة القدم العيناوي ومنتخب الإمارات، وهو الآن يبدع أيضا في ميادين سباقات السلك. ناموس يا يمعى، ناموس ناموس يا أبو محمد. والناموس الشيخ لطيف المر المكتوم المكتوم والشيخ حصة
المر بن مكتوم المكتوم، وايضا لي مع خاطر، والصوره ايضا مع اصحاب المراكز الثلاثه الاولى في واحد من اجمل وامتع الاشواط. ارفع فوق فوق ارفع فوق، استاهلون الجائزه السياره والجائزه 70,000 و50,000 النقدي ما شاء الله، والجواز حتى الشوط العاشر. انا اطلب من جميع الفائزين الصعود على المنصه قدر المستطاع بترتيب معين. نبغي صوره جماعيه لكل الفائزين في الستة اشواط، نبغي صورة جماعية للفائزين في الستة أشواط. يلا يا شباب يلا، خالد الكعبي معاهم يا أخي، اطلع بس فالح تصور بالموبايل، اطلع معاهم يا أخي المنصة، خذ لك صورة للتاريخ. يلا يا شباب يلا، الصورة الجماعية الصورة الجماعية. نشكر أيضا قناة MBC على التسجيل والنقل. MBC أكشن كيف صورة الجماعة. شباب تسمحون لنا ناخذ صورة جماعية معاك؟ يلا شباب فرصة، وين الدروع الفايزة؟ تعال تعال يبي جيب جيب جيب، هذا فايز يلا اللجنة يمعة، وين يمعة؟ أهم شيء يمعة وراشد مسلم وريد. هذه إذن الصورة الجماعية بعد ختام موسم كان جميل جدا. نشكر مركز حمدان بن محمد يحيى التراث، ونشكر الداعم الأول لهذه الرياضة سيدي سمو